خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقة سليط اللسان بأنواع السلوكيات المذمومة اللي رسالة ربنا سبحانه وتعالى نزلت لسليط اللسان تصنفها له وتقول له السلوك ده اسمه كذا وازاي حرام والسلوك ده اسمه كذا وازاي بيأثر بالسلب عليك وعلى اللي حواليك السلوك الأولاني هو اللمز واللمز هو كلام بيطلع من الإنسان بقصد جرح من أمامه ظاهر الكلام طبيعي وباطنه يحمل معاني مؤذيه. ايام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما راح المدينه كان الصحابه لما يحبوا يقعدوا مع سيدنا محمد يتعلموا منه منه كانوا يقولون يا رسول الله راعنا. راعنا يعني ادينا من وقتك وعلمنا من علم ربنا سبحانه وتعالى. وكلمه راعنا في اللغه العربيه تحمل معنى الرعونه. فكان يجي اليهود يقولوا يا محمد راعنا. فنزلت رساله من ربنا بإلغاء الكلمه. من السنه الصحابه ما دام تحمل معنى باطني في نوع من استهزاء اليهود يبقى احنا كمؤمنين بالنبي صلى الله عليه واله وسلم مش هنقول الكلمه دي لانها ممكن ممكن تحمل معنى مؤذي فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم كلمة تتلغي لأن ممكن تحمل من جواها معنى يضايق اللي قدامك، فينزل قرآن رسالة من الله بإلغاء الكلمة دي. ومن ضمن اللمز اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه في القرآن، وأنا بقول لك أهو اللمز، كلمة ممكن لو واحد قاعد معانا ما يفهمش إن أنا بأسيء إليك، بس بيني وبينك كده أنت فاهم إن في من جواها كده إيه؟ حاجة مضايقاك وأنا أصدها وباين من الطاقة اللي طالعة مع الكلمة. لما واحد يساعد حد في يوم من الايام وبعدين يفكره بالمساعده دي، انت كنت في يوم من الايام تعبان وانا اللي وقفت جنبك، وكانه بيذله. فربنا في القران بعت رساله على تحريم المن والاذى. قال تعالى: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى، يعني كلمه مؤلمه. والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن إن أنا أفكرك إن أنا وقفت جنبك في يوم من الأيام ومن غيري كنت هتضيع، والأذى إني أفكرك بحالتك اللي كانت ضايعة وأنت متبهدل وأنت مذلول، فكأني بفكرك باحتياجك ومذلتك، وبفكرك بإن أنا اللي ساعدتك، شيء بيكسر قلوب الشخص اللي في يوم من الأيام ربنا أحوجك ليه وإداك رزق عظيم إن خلاك تساعده، هذا المن والأذى اتحط عند العلماء من باب اللمز، الكلام المؤلم، بتحصل لما ست تساعد جوزها في بدايه الجواز وتيسر عليه وبعد شويه تفكره في وسط الكلام كده انا يعني برضو يعني ايه يا ساعدتك وعملت بطريقه كده تحسس الراجل ان هي كانها اشترته او الراجل العكس لما يقف معاها ويساعدها ويوسع عليها ويقول لها ان انت لحم كتافك من خيري كلام مش حلو كلام مؤذي الصالحين ما بيقولوش كده حتى قال تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بلاش تكسروا قلوب بعض بالكلام اللي مش كويس زي ده النوع الثاني او السلوك الثاني المؤذي للسان الصليط هو الالفاظ الفاحشه ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللسان النظيف اللي القلب الرحيم الرقيق واقف قدامه يقول له ما تقولش كلام فاحش والفاحش هو الشيء المؤذي اذا تعدى وانتشر وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بعت رسالة لما الصحابة والعلماء أروها فهموا الدرجة اللي ربنا سمح بيها من الكلام الشديد، قال تعالى: "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم". الحسن البصري اللي متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إن لما الواحد يتظلم ممكن يقول كلام مش كويس، إيه الكلام اللي مش كويس ده يا حسن؟ قال: "يدعو يقول اللهم أعني عليه". مش ده تفسير التابعين اللي تربوا على أيد الصحابة. لا يشتموا بالام ولا يسوق سمعته على السوشيال ميديا ولا يقعد في كل قعده يشتموا شتايم نابيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قال يقول اللهم اعني عليه وسيدنا قتاده احد كبار المفسرين يقول ذلك من قول الرجل اللهم خذ لي حقي من فلان هو ده السوء من القول احنا امه مؤدبه امه عندها حياء امه ما عندهاش مبررات في القران تشتم بالفاظ نابيه وتقول الشرع قال نشتم لان هم ظلمونا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول المقصود بالجهر بالسوء هو الدعاء على من ظلمك. لان خد بالك ساعات كتير واحد يظلمك في مالك او في اي شيء فيبقى مثلا يوم القيامه مديون لك بمليون حسنه. اقعد انا خمس ست سبع سنين اللي ظلمني ده اشتمه في كل قعده واجيب سيرته واشوه سمعته فابقى مديون له انا كمان بنفس عدد الحسنات ده فروح يوم القيامه افاجئ ان انا انتصرت في الدنيا بالاساءه ليه والاصل ان الانسان لو حد ظلمه عنده اما يعفو او يحاول ياخد حقه او يدعي ربنا يا رب خد لي حقي وانصرني يا رب ده شان الصالحين وده لسان المؤمنين اللي ما عندهمش لسان صليط وده اللي جه في رساله الله الى صليط اللسان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل من جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلؤها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون